الصراع في السودان بيتطور كل يوم والأخبار المنتشرة متضاربة للأسف. ده يخليك تسأل هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ إيه اللي بيحصل في السودان وليه دلوقتي؟ مين اللي بيتصارع في السودان وعلى إيه بالظبط؟ وهل ده ليه تأثير علينا؟ وإيه علاقة ده بأحداث تانية حوالين العالم؟ ليه السودان بقت الدولة للكل بيتصارع للعبث بمستقبلها؟ أهلا بيكم محمد الجني. اهلا بيكم. السودان عمق استراتيجي لمصر، علشان كده الحلقه دي استثنائيه بعيدا عن موضوع التكنولوجيا، وزي ما كلمناك عن موضوع الدولار قبل كده وعلاقته بالاقتصاد والسياسه وحتى التكنولوجيا، فالسودان سياسيا واقتصاديا عمق استراتيجي لازم نكلمك عنه خصوصا في الفتره دي. لو فاكر انا قلت لك في حلقه انهيار الدولار ان في صراعات في الفتره الجايه هيتم تاجيجها بسبب التغيير اللي حاصل على مستوى الاقتصاد العالمي، واللي طبيعي جدا تلاقي السياسه بتدور في فلكه. فيا ريت لو ما شفتش الحلقه ترجع تتفرج عليها على اليوتيوب او على صفحتنا على فيسبوك. نرجع تاني لموضوع السودان. تفتكر ليه السودان بالذات وفي الفتره دي، وايه اللي طور الموضوع كده؟ الحقيقه اللي بيحصل في السودان مش وليد اللحظه. السودان طول عمره ساحه للصراعات بين القوى العظمى من زمان لاسباب كتير، اهمها الموارد والموقع الاستراتيجي في افريقيا وخصوصا تاثيره على مصر. من بعد استقلاله سنه 1956 السودان مر بحروب اهليه لعقود لحد انفصال جنوب السودان سنه 2011. للاسف السودان مفيش فيه توافق بين القوى السياسيه والعسكريه، وعندك مشاكل عرقيه ودينيه وسياسيه واقتصاديه للصبح، مع تدخلات للقوى العظمى وغير العظمى في السودان على مر تاريخه. ده بسبب واحده من اهم الاستراتيجيات اللي اتعملت في السودان من بريطانيا وقت ما كانت السودان تابعه لمصر. بريطانيا اهتمت بشكل كبير جدا بنشر الفرقة العرقية والدينية والسياسية على طريقة فرق تسود، ودي الحقيقة اللي شكلت مستقبل السودان لحد اللحظة اللي احنا فيها. زي ما قلت لك، موقع السودان الاستراتيجي خلاه مطمع لقوى كتير بما فيها الولايات المتحدة اللي بنت على استراتيجية بريطانيا القديمة فرق تسود، لدرجة ان السودان في الحرب الباردة كانت ساحة للصراعات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة عن طريق الحروب بالوكالة لكل من الطرفين، وعن طريق تسليح ميليشيات بمليارات الدولارات لانها بيئه خصبه جدا للنزاعات اللي من النوع ده. الموضوع ده فضل مستمر لعقود زي ما قلت لك، واللي كانت نتيجه ليه انفصال جنوب السودان كدوله مستقله في 2011، لحد الصراع اللي حاصل مؤخرا في ابريل 2023. لكن المره دي مش بين جنوب وشمال، ده بين اتنين من الجنرالات في الخرطوم عاصمه السودان، واللي بينذر بمزيد من التفكك والانفصال لاجزاء من السودان. الجنرالات المتصارعه في السودان، الاول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، او تقدر تسميه الحاكم الفعلي للسودان، والتاني نائبه محمد حمدان داكلو او المشهور بحميدتي. حميدتي ده بقى يا سيدي قائد قوات الدعم السريع اللي بتتصارع حاليا مع الجيش السوداني بقياده عبد الفتاح البرهان. يعني الرئيس ونائبه داخلين في صراع مع بعض على السلطه، وده اللي باين لمعظم الناس على السطح، لكن حقيقة غير كده خالص للأسف. القصة تبدأ مع أول سيطرة عمر البشير على السلطة سنة 1989، واللي بعدها لغى منصب رئيس الوزراء وقرر أنه يطيح بالصادق المهدي رئيس وزراء السودان في الوقت ده. ومن يومها ومفيش منصب لرئيس الوزراء أو رئيس الحكومة في السودان، لأن ببساطة عمر البشير كان عايز يسيطر على السلطة المطلقة في السودان. والحقيقة يا زين مختار، حط السودان في أزمة لمدة 30 سنة من سنة 1989 لحد سنة 2019، واللي في حقبته انفصل جنوب السودان زي ما قلنا. المهم في 2019 عمر البشير عمل ايه بقى؟ عين عبد الفتاح البرهان قائد للجيش السوداني، وبعدها بشهرين بس الجنرال عبد الفتاح البرهان راح معين نائب ليه وهو محمد حمدان دخله او حميدتي قائد قوات الدعم السريع. بالمناسبه حميدتي لا ينتمي للمؤسسه العسكريه السودانيه، لكن البشير نفسه هو اللي اداله رتبه عسكريه وهي فريق اول. عادي يعني، مش بس كده، ده هو اللي سماه حمايتي، يعني اللي بيحميني، واللي بعد كده اتعرف باسم حميدتي، ولا اي اندهاش الحقيقه. ما علينا، المهم الاخ ده بقى من اللاعبين الكبار في السودان، لدرجه ان علاقاته خرجت بره حدود السودان زي ما هنعرف بعد شويه. حميدتي زي ما قلت لك ما كانش جزء من مؤسسه عسكريه، ده راجل في الاساس تاجر جمال ومعيز من مجموعه الجنجويد اللي هم زي الهجانه كده، واللي تم استخدامهم من قبل البشير نفسه لاستهداف الحركات الانفصاليه في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، وتم تسليحهم ودعمهم وعملوا جرائم لا تقل عن جرائم الحرب والاباده الجماعيه. المهم بقى يا عزيزي، الاخ عبد الفتاح البرهان تحالف مع حميدتي سنة 2019 وراحوا زيحين البشير من السلطة، وبقى البرهان هو الرئيس. الغريب ان البشير اساسا ما كانش بيثق قوي في البرهان، وكان بيعتمد على حميدتي بشكل كبير جدا ودعمه ودعم قوات الدعم السريع على حساب الجيش النظامي في السودان، لانه كان متخوف من القوات الوطنية السودانية ومن المخابرات السودانية تحديدا بعد ما اطاح بمديرها بتهمة التآمر ضده. دي المصالح بقى يا عزيزي، مفيش صاحبي وحبيبي وحمايتي والشعارات دي.
زي ما البشير أطاح بالصادق المهدي، تحالف حميدتي مع البرهان وشالوا البشير، وبعدين حميدتي ساعد البرهان يبقى رئيس، وبعدين حميدتي والبرهان دخلوا في صراع مع بعض حالياً. عادي جدا ولا اي اندهاش برضه. لكن قبل ما يحصل الصراع بين البرهان وحميدتي، كل واحد فيهم برضه كان بيدور على مصالحه وعلاقاته خارج السودان. البرهان مثلا كان عايز يتجه للغرب ودول الخليج، والاتجاه للغرب ليه متطلبات حضرتك، زي مثلا انك تبين انك ديمقراطي حبتين والكلام اللي بياكل عيش مع الغرب ده وبيتسوق في كل حته، وده اللي خلاه يعمل المجلس السيادي الانتقالي في السودان. المهم علاقات البرهان بدايه من امريكا لدول الخليج لمصر استمرت بشكل معقول لحد ما حصل انقلاب على المجلس السيادي الانتقالي في السودان سنة 2021، وكان حميدتي والبرهان برضو متفقين عليه، لحد ما بدأ البرهان يعين مجموعة من أتباع عمر البشير في الدائرة بتاعته، بدأ حميدتي يشك في نواياه. وما تنساش بقى أن الاتنين أصلا من بداية علاقة عمر البشير بحميدتي على حساب البرهان، وهم مش بيثقوا في بعض قوي، لكن المصالح بتتصالح يا عزيزي. حميدتي بقى هو كمان عنده علاقات قوية جدا بدول الخليج، وكمان عمل ثروة طائلة من سيطرة على مناجم الذهب. كفاية تعرف انه باع ذهب بمليارات الدولارات لدول عربية، واضف ليهم روسيا كمان. ده غير التجارة بقى والتصدير وتأجير العربيات والحديد والصلب والهجرة غير الشرعية ودعم الجماعات المسلحة والإرهاب كمان. من الآخر كده الراجل ده عنده موارد وباور. تخيل بقى لما البرهان يقولك أنا هحل قوات التدخل السريع دي لأنها مجموعة ميليشيات ومتمردين وهدخلهم تحت عباءة الجيش السوداني، تفتكر حميدتي هيقف يتفرج؟ الإجابة لا طبعا. وده اللي حصل زي ما حضرتك شايف، الاتنين دخلوا في صراع غالبا هيكون سبب في دخول السودان في منعطف حرب أهلية جديدة أو تقسيم جديد. اللي يهمنا الحقيقة هو مستقبل السودان كعمق استراتيجي لمصر، وده أمن قومي زيه زي ليبيا بالظبط. وجود بقعة تانية ملتهبة في الجنوب مش موضوع هين على الأمن القومي، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية والمصالح اللي عمالة تتغير بسبب الاقتصاد العالمي وتغيراته واللاعبين اللي عمالين يضغطوا على مصر بأجنداتهم المختلفة. فالسودان مش منفصل أبدا عن ورق الضغط اللي بتلعب بيه ضد مصر للأسف. الصراع اللي شغال حاليا مش بين حميدتي والبرهان بس، لكن هو صراع بين حلفاء كل طرف منهم والتاني بأجنداته. خد مثال اللي حصل في أوكرانيا مثلا، الموضوع بدأ بروسيا وأوكرانيا، لكن بعد شوية بقى الغرب كله في كفة، وروسيا ومجموعة من الدول التانية الداعمة ليها في كفة تانية. نفس الوضع في السودان، وجود مناجم الذهب في السودان وسيطرة حميدتي عليها هيخلي روسيا تتدخل في السودان لدعم حميدتي علشان تحافظ على مواردها من الذهب السوداني اللي هيساعدهم في تخطي العقوبات الأمريكية لتمويل الصراع في أوكرانيا. ده غير ان روسيا اساسا ممكن تدعم الصراع في السودان لتوجيه دفة السياسة الغربية من أوكرانيا للسودان، عادي جدا. مش روسيا بس، زي ما قلت لك حميدتي بيبيع الذهب لأي حد بيدفع، وده هيخلي أطراف تانية ليها مصالح في الذهب ده تدخل في السودان. ده غير الأطراف اللي ممكن تستغل الوضع للضغط على مصر في ملفات تانية زي سد النهضة مثلا والوضع الاقتصادي. طبعا الأطراف الداعمة للطرفين في الصراع السوداني في منها ليه علاقات مباشرة مع مصر، ودي الحقيقة هتعمل لخبطة في أوراق اللعبة السياسية الفترة اللي جاية واللعبة الاقتصادية كمان. بالرغم من التصريح الرسمي المصري بأن اللي بيحصل في السودان شأن داخلي، ده صحيح بالمناسبة، لكن الحقيقة هو مؤثر بشكل كبير على مصر وأمنها القومي. والحقيقة أن التصرفات في اللحظات اللي زي دي محتاجة حكمة كبيرة زي مشرط الجراح بالظبط. فبلاش النبي بقى تنساق للإشاعات اللي شغالة على السوشيال ميديا، وبلاش تنشر كلام ما تعرفش أصله غير لما يطلع بيه تصريح رسمي من الدولة، لأنك هتعمل بلبلة على الفاضي، خصوصا أنك بقيت عارف دلوقتي أن السوشيال ميديا أداة من أدوات الصراعات دلوقتي، فبلاش تكون طرف فيها لو تكرمت. خلينا أديلك شوية شواهد كده علشان تعرف أن الموضوع معقد ومش محتاج تصرفات ومنشورات عنترية على السوشيال ميديا، ولا كل واحد بقى يطلع يعمل نفسه محلل استراتيجي على بروفايله ويطلب من الدولة حاجات هو ما يعرفش عنها حاجة ولا يعرف عواقبها ولا تفاصيلها. خد عندك مثلا الاخ حميدتي وعلاقاته مع مجموعه فاجنر الروسيه لتامين خروج الذهب من مناجم السودان للبنك المركزي في روسيا. عندك كمان علاقه الاطراف العربيه الشقيقه واللي بينها وبين مصر علاقات ودعم، هي نفسها الاطراف اللي بتدعم حميدتي ضد البرهان والجيش السوداني وبتساعد في زعزعه استقرار السودان كحدود جنوبيه لمصر بكل ما تحمله المعاني كتهديد للامن القومي المصري. تفتكر ده موضوع سهل ومش هيأثر سياسيا واقتصاديا؟ طيب لما تلاقي مصادر كتير بتتكلم عن ان في علاقات بين خليفه حفتر في ليبيا وبين الاخ حميدتي، سواء بالدعم العسكري او التدريب للقوات او امدادات بالوقود او غيرها، طبعا انت عارف علاقة حفتر بدول الخليج وروسيا، وكمان علاقته المهمة بمصر ومصر بالذات، خصوصا ان هو المسيطر على الجيش الليبي، وده العمق الاستراتيجي الغربي لمصر، وده خط احمر زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفتكر علاقة حفتر بالأخ حميدتي وجود قوات حميدتي في ليبيا ودعم حميدتي لحفتر في حاجات كتير وعلاقتهم كلهم بميليشيات فاجنر الروسية مش هيكون ليها تأثير على لعبة الأوراق السياسية؟ خصوصا بقى أن الغرب عارف أن روسيا موجودة بميليشيات فاجنر في ليبيا والسودان ودول تانية في أفريقيا. هنا بقى يجي دور التكنولوجيا. لما تم الإفصاح عن تعقب طيارة روسية تابعة لميليشيات فاجنر يوم 16 أبريل قبل ما يبدأ الصراع في الخرطوم بيوم واحد، والطيارة كانت في قاعدة الجفرة في ليبيا والمخابرات الأمريكية محددها قبل كده إنها مكان لميليشيات فاجنر الروسية. بعدها بثلاث أيام الطيارة دي تم تعقبها عن طريق خدمات تعقب الطيران مفتوحة المصدر على الإنترنت، وإنها جاية أساسا من قاعدة جوية روسية في سوريا وتحديدا في اللاذقية. هي نفس الطيارة اللي تم رصدها أكتر من مرة متجهة للسودان في 17 أبريل، وده طبقا للتقرير اللي نشرته CNN. أزيدك بقى من الشعر بيت على الصعيد التكنولوجي، والمرة دي من الجانب الإسرائيلي. لما ظهرت تسريبات من آخر 2022 عن علاقة حميدتي بالموساد الإسرائيلي وكمان حصوله على خدمات شركة إسرائيلية متخصصة في التجسس اسمها انتليكسا. الشركة باعت أجهزة تجسس إلكتروني على التليفونات سواء أندرويد أو آيفون بملايين الدولارات لقوات الدعم السريع. الشركة أسسها ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية، والشركة شغالة من قبرص واليونان وعندها علاقات كبيرة مع كتير من الدول، وتقدر تعتبر الشركة دي زيها زي شركة الـ NSO اللي عملت برنامج التجسس بيجاسوس الشهير اللي تم اختراق كتير من السياسيين والصحفيين بيه، والموضوع فضيحة كبيرة وبرضه محتاج حلقة الصراحة. زي ما انت شايف الموضوع معقد جدا والمصالح فيه متداخلة ومتضاربة سياسيا واقتصاديا، ومفيش طرف ما عندوش أجندة في الصراع اللي شغال في السودان ده. اللي يهمنا ان الصراع ده تهديد للأمن القومي المصري، وعلاقات الأطراف دي حاليا مش في مصلحة الأمن القومي المصري. الأكيد ان مصر مش هتقف تتفرج، خصوصا بعد الموقف اللي حصل مع الجنود المصرية عن طريق قوات الدعم السريع بقيادة الأخ حميدتي، وان في رسائل كتير بتبعتها القيادة السياسية المصرية للأطراف دي، لان في خطوط حمراء للأمن القومي ايا كانت العلاقات. من الاخر اللي بيحصل في السودان مهم تعرف تفاصيله، ومهم تبقى مدرك خطورة الموضوع على الأمن القومي ومن الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عشان تدرك قد ايه اوراق السياسة مش سهلة وصانع القرار اقدر حد على فهم المصالح وترتيب الاولويات. فالموضوع مش ناقص نشر الاخبار مفبركة واشاعات واخبار من مصادر ممكن يكون لها اجندات زي ما انت شفت بنفسك. اكرر تاني الكلام اللي قلته لك في حلقه انهيار الدولار، الفتره اللي جايه فتره مش سهله، وفي صراعات كتير هتظهر بسبب التغيرات الاقتصاديه العالميه، لان في نظام جديد بيتشكل، واكيد في لاعبين عايزين يبقى ليهم دور فيه، وفي اجندات ظاهره وفي اجندات تانيه مخفيه. بلاش تدخل بقى في صراعات افتراضيه على السوشيال ميديا، وبلاش تتعصب لطرف ضد طرف تاني، مش موضوعك يا عزيزي، موضوعك الحقيقي هو دعمك لبلدك واهلك ونفسك وقلوبنا طبعا، ودعواتنا لاهلنا في السودان، وربنا يحفظ مصر. استنونا في حلقة جديدة مع محمد الجندي.